يا شباب قبل ما نبدأ الفيديو، يا شباب هذا القناة اللي أنزل هذا الفيديو مش للآيفون، متنوع. أنا عندي قنوات عديدة، فعندي قناتين يخص الآيفون، فيها شروحات حصرية ورهيبة وخرافية وما بتحصلها في أي مكان. هذا القناتين، القناة الأول اللي هو مهندس آيفون، القناة الثاني مهندس آبل. مثل ما تشوفون ظاهر الصورة الشاشة القناة، ادخلوا على هذا القناتين، الروابط في الديسكريبشن أو في صفحة القناة، ادخلوا على هذا القناتين واشتركوا. القناتين جدا ممتع، وكل شروحات آيفون وأجهزة آبل وبشكل خاص أجهزة آيفون. ادخلوا واشتركوا القناتين، كل قناة فيديوهات غير عن الثاني، وادخل اشترك. بس يا شباب اليوم جايب لكم كيفية إضافة محرك بحث جوجل بالشكل هذا أو بالشكل هذا. هذا يختصر لك، يعني ما يحتاج تفتح متصفح جوجل أو سفاري أو أي متصفح آخر وتكتب جوجل وتكتب الشيء اللي تريده. هذا يختصر لك كل هذا. تضيف هذا المحرك في صفحة رئيسية في الآيفون، وبإمكانك أنك تبحث عن طريق ميكروفون أو كتابة أو صورة أو متصفح المتخفي أو غيره. طبعا هذا كيف استخدامه؟ جدا سهل بسيط، بس تضغط على الميكروفون وتقول الشيء اللي تريده. مثلا شوفوا، لاحظوا مودات جراند نوع فريستايل، شوفوا على طول يبحث الشيء اللي قلته مباشرة، كتب لي وبحث لي. وأيضا تقدر تبحث عن طريق الكتابة، تكتب تضغط على كتابة وتكتب الشيء اللي تريده وتضغط بحث بدون ما تفتح متصفح أو أي شيء من هذا. كيف تضيفه في الشاشة؟ فنروح السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم كيفيه اضافه محرك بحث جوجل في الشاشه الرئيسيه لشاشه الايفون. الطريقه جدا سهل، نروح للشرح. اول شيء يا شباب ادخل في تطبيق اب ستور، متجر اب ستور، اوكي. الحين ابحث عن جوجل، اكتب جوجل مثل ما تشوفوا، راح تظهر جوجل، اكتب جوجل واضغط على بحث في جوجل. اوكي، الحكم عليك انك بتحصل جوجل هني، اضغط على تنزيل. اوكي، طبعا انا راح بسرع الفيديو لين ما يحمل وبرجع لك. اوكي، بعد ما حمل تطبيق جوجل خلاص، الحين روح للشاشه بتحصل تطبيق جوجل تم تثبيت. الحين كل ما عليك انك تفتح التطبيق، تضغط عليه دبل كليك، تعطي الصلاحية اللازم، اضغط على هلو سماح. اوكي، مثل ما تشوفون خلاص تم تثبيت التطبيق. الحين كل ما عليك انك تغلق التطبيق خلاص. الحين كيف تضيف المحرك بحث في الشاشة الرئيسية؟ اضغط في الشاشة، اضغط عليه ضغطة مطولة في الشاشة، اوكي، بهذه الطريقة. الحين اضغط علامة الزايد، بعد ما تضغط علامة الزايد انزل 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 لتحت، ابحث عن تطبيق جوجل، هذا هو تطبيق جوجل، اضغط عليها. بعد ما تضغط عليها عندك هنا شكلين لجوجل، عندك هنا الشكل الأول الشكل الثاني، فأنا أنصح الشكل الثاني لأن في بحث عن طريق الميكروفون، في بحث عن طريق صور ومتصفح المتخفي وغيره، وأيضا محرك بحث كتابة. واضغط على اختار الشكل، واضغط على التالي، اختار الثاني احسن، اضغط على ايديت اضافه. خلاص تم اضافه محرك بحث جوجل. خلاص الحين اضغط على الشاشه مره، خلاص الحين تم اضافه محرك بحث جوجل في الشاشه الرئيسيه. الحين البحث جاهز، ما يحتاج انك تدخل تفتح سفاري وتدخل جوجل وتكتب. هذا يختصر لك يعني بشكل مختصر، بس تضغط على هذا الزر وتتكلم، مثلا تبحث عن شيء، مثلا تحميل لعبة جراند، راح يكتب لك مباشرة. بس هذا هو المقطع يا شباب. إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس مع السلامة.